بعد كده رحت له الجامعه علشان يوازيني ونشوف هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده. لقيت واحد مكسوف مني وعايز يخبيني في اي حته، لدرجه ان احنا كنا قاعدين بنجري 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 وقام زقيني جوه العربيه. وساعتها قعد يزعق ويقول لي قد ايه هو مش طايقني وان هو كمان عايز يطلعني. طبعا انا ساعتها انهارت عياط وطردني بره العربيه. وخرجت بره لقيت ناس كتيره قوي قاعده بتتفرج على فتحتي. ها برافو عظيم. مش بطال، احسن كتير، بس برضو يا زيزي بتتكلمي بسرعه حبتين، وده انا مش عايزه. انا عايزك كنت بتحكي بكره تحكي الاحداث وكانك بتشوفيها لاول مره. ولحظات الصمت عايزك تشبعيها وتقفي عندها وتديها حقها وتتخيليه وهو بيقولك كذا وكذا وكذا. استاذ احمد، انا لو تخيلت هشام بيقول لي نفس الكلام اللي هو قاله لي تاني انا هكسر دماغه نصين في وسط الجلسه. لا 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 لا، على ايه ده، احنا كده حلو قوي. معلش يا استاذ احمد بقى، بلاش شبعها بلاش جواها بلاش الكلام ده، احنا متشكرين ليك جدا، عظيم يا زيزي. في كمان موضوع صغير كده انا محرج اكلمك فيه، ممكن؟ قول. لحظات البكاء، استحضار الحاله البكائيه اللازمه لتصديق الموقف، لازم يا زيزي. استاذ احمد انا مش هعيط، انا مش بعيط، ماشي؟ يا ريت بقى نقفل الموضوع البكاء بتاعك ده عشان احنا عارفين هو بيحصل ايه لما انت بتفتح الموضوع ده. مش عارفين، خلاص عارفين. طيب يبقى احسن حل علشان تظبطي ايقاع الحوار هو انك تقلدي واحده ست بتحكي عن مأساتها وتركبي الكلام. دوري لك بقى على اي واحده صاحبتك حصلت لها بلوى ولا مصيبه، خليها تحكي لك واسمعي منها واشربي منها. وانا اجيبها منين دي؟ انا معرفش حد كده اصلا. انا هتصرف، سيبولي الموضوع ده، هتصرف. ومن هنا بقى لحد ميعاد الجلسة محتاجك تتمرني كتير قوي، حتى وانت بتتكلمي عن أمور حياتك العادية عايزك تتكلمي بنفس التون وتحافظي على نفس المود، واوعي تفصلي علشان انت لما بتفصلي ما بترجعيش بسهولة. أوكي؟ أوكي فركش بروبا.